من عدة سنوات كنت أفطرت في شهر رمضان بعذر ولم أقلها حتى الآن لجهلي، وأيضا أفطرت وأنا صغيرة بدون عذر، فكيف تؤذونني الآن؟ إذا كانت صغيرة لا يعني لم تبلغ غيرها عليها، إذا كانت بلغت فإنها تكفي ما أفطرته ولو كان في زمان سابق، فإنها تكفي ما أفطرته في عدد الأيام التي أفطرتها، وتطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير مقدار نصف ساعة من الطعام أو كيلو ونصف تقريبا عن كل يوم تدفعه إلى فقير عن التأخير الذي حصل له.